السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. يب 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 أدري أدري إني ساحب، وأدري 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 ورمضان قرب وأنا لسه ما نزلت أي شيء. أدري أدري يا أخي أدري، ليش قاعد تذكرني يا أخي أدري. المهم اليوم عندنا تحديث عندنا الشرح كامل للتحديث الجديد اللي نازل للعبة كورمون. يب لأنه في ناس فاهمة أم الموضوع غلط. هو صحيح أنه نزل تحديث جديد لكن ما نزلت النسخة الأصلية، لساتنا محجوزين عند ذيك النقطة. أوكي المهم لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس لأنه هذا شيء جديد ومهم، وكمان لا تنسوا تشتركوا القناة لأصدقائكم ومتعارفين عارفين، وكمان لا تنسوا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد، ورمضان كريم علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال إن شاء الله. يب خليكم مع الفيديو. اوكي عيال، اول شيء عندنا انهم ضافوا كورمونات جديده، زي ما حوريكم الحين. ماذا ضافوا؟ عده كورمونات جديده ورهيبه، زي مثلا تادل، وهذه الكورمونين اللي ما عرفت وش هم يا اخي، مين هذول الاثنين ما ادري صراحه. يب وكمان اضافوا اضافوا هنا بيتي بولز، افضل كورمون في التاريخ يا اخي. نزلت لكم عنه في المنتدى، يعني نزلت لكم صوره في المنتدى، ذا صراحه صوره قديمه نزلت لكم عن بيتي بولز الاسطوري هذا. ونزل كمان كل من فيدلي وتينشل، نزلت كمان آسي، ونزل كمان اللي هو موبي. عشان اوريكم هم في الداتابيز شكلهم، يعني ضافوا تطور حق سليثربين كورمون اللي كلنا نعرفه، اضافوا له التطور حقه صراحة، يعني تطور جدا رهيب، صار يتطور عند ليفل 25. يب هذا هو التطور حقه. هذا بيتي بولت الكورمون الاكيد في التاريخ، افضل كورمون على وجه الارض. هذا فيدلي الكورمون السلطعون كمان مرة جميل، وآسي الكورمون الكهربائي اللي ما ادري صراحة وش اقول عنه يا اخي. تادل الكورمون الضفدعي اللي صراحة انا يعني ما ادري صراحة اذا شفتوها في السلسلة ولا واجهناها يعني في الديمو قبل لا ينزل التحديث. هذا تنشل والتطور حقه ديمبود، طبعا تنشل يتطور في ليفل 18 او 19. هذا موبي والتطور حقه مول باش، موبي يصير مول باش لما يصير ليفلو 23. وكمان اضافوا ايتمات جديدة زي هذه ايتمات كوانو روك والسلوث جيم، كمان هذا يعني اشياء جديدة اضافوها، ايتمات جديدة وكذا يعني. وكمان سووا تغيير كامل يعني لشكل المستشفى حق الكورمونات، واضافوا هذه حقت الاونلاين. صح الاونلاين مثلا لو نيجي نجربها يقول لك update in online battles will come in will be available in the full game. لسه يعني لسه ما اضافوها، لسه ما اضافوا ميزة الاونلاين. كمان اضافوا ايتم جديد تقدر تشتريه من المتجر اللي هو الديفول بيل. لو مثلا عندك كورمون، مثلا تبغى انت عندك كورمون مثلا نجيب موبي حقنا اللي هو مول باش، تبغى يعني مثلا ما عجبك التطور تبغى ترجع موبي عادي. كمان اضافوا هنا زر جديد يوريك التطورات حقت الكورمونات. نجي ايفولوشن ديتيلز، نجي مثلا هنا مثلا لما تضغط انت على موبي وانت تكون عندك تكون شال الديفولف بيل تظهر لك زر الديفولف، هنا تضغط عشان يعني يرجع موبي عادي. وعشان نثبت لكم انه هذه لساتها يعني النسخة الأصلية لساتها ما نزلت، راح أوريكم عشان تفهموا يعني صراحة هي النسخة الأصلية لسه ما نزلت وأنا قاعد أستنى.
مثلا نجي هنا اوكي لو جيم فور فري ذا جيم بي اهيد وير ذا ديما انس يو بي انجويد بلا 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 بي كيف بي تشيك اوت سبيشال ثينج 2.5 ايفنت ريلي وذ بلا 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 سو يب لسه قال لك يعني انه ديمو لسه واو سبحان الله في نص المقطع انت تيجي يا ابن سو يب خليني كمان اوريكم ايستر ايج اسطوري اوريكم ايستر ايج جميل جدا. A few moments later. المكان الاول. مثلا نجي هنا والسلام عليكم. اوكي يعني مثلا تدخل يجيك يعني مستشفى كورونات عادي. لكن لما تدخل لقسم الاونلاين تلقى هذا الشخص. اللي ما يعرف هذا الشخص هذا يوتيوبر. يوتيوبر مشهور اسمه جيم ليدر إد. جيم ليدر إد يعني هذه قناة حقته اللي حاب يعني صح هو يوتيوبر أجنبي ما هو عربي. So yeah. 2000 years later. أضاف شيء صراحة جديد ومرة رهيب يعني إنه تغيروا في ميني جيم يعني هو كان في ميني جيم في قبل التحديث لكن غيروها يعني صارت هذه. حقت فلاك بيرد كان السلام عليكم وكذا تلعب وتسوي ايه سويا اسمها فلاكي سوان سويا بكل اختصار هذا المضمون حق التحديث وكمان اعلنوا يعني عن تحديث كمان لنسخة البي سي والنينتندو والاشياء الأشياء هذه عنها وصراحة ميزات جدا رهيبة راح أحط لكم صور حط لكم يعني التريلر أضافوا كرومونين جديدين وأضافوا أشياء مرة رهيبة وجديدة سو يب هذا كان مقطعنا باختصار لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لأن هذا شيء جدا مهم وكمان لا تنسوا تنشروا القناة لأصدقائكم وأصدقاء أصدقائكم أنتم عارفين وأدري إني ساحب يعني أدري إني ساحب صراحة أدري يعني آسف صراحة مرة على السحبة وما اوعدكم اوعدكم بمقاطع كثير والمهم لا تنسوا تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا نبينا محمد وكمان رمضان كريم للجميع وان شاء الله يعني ينعاد علينا بالصحه ان شاء الله نصوم كلنا بالصحه ان شاء الله سو يب كان معكم الياس يلا سلام